تشاهدون الآن الجدعان يكشف خلال لقائه المهندس شريف غالي رئيس شركة سيفن سكاي للصناعات الغذائية أن إيطاليا وأسبانيا تتجه لاستيراد مركزات الطماطم من مصر بعد تراجع إنتاجها بصورة حادة خلال أزمة فيروس كورونا. فريق الجدعان يرصد التحديات التي تواجه صادرات مصر من المكرونة إلى إفريقيا خلال لقائه شمس القاضي مدير التصدير في ريجينا، حيث تعد أحد السلع الغذائية الاستراتيجية للعديد من الدول الإفريقية. دلوقتي مع حضراتكم هنقابل واحد من أجدع جدعان الصناعات الغذائية، المهندس شريف غالي رئيس شركة سيفن سكاي للصناعات الغذائية، وأشهر منتجاته التصديرية صلصة طماطم المصرية كنزي، وأنجحها في رأيي علبة الصلصة الصفيحة الصغيرة اللي كلنا تربينا عليها ولسه متمسك بيها وبيعتبرها وش السعد. المفاجأة إن خط الإنتاج عنده اللي طاقته النهاردة 300 طن ضعفه 3 مرات، هيبقى 900 طن. وعلى فكرة المهندس شريف غالي بيستحوذ على نسبة 29% من صادرات مصر من صلصة الطماطم، ونجح في الدخول بمركزات الطماطم المصرية لإيطاليا بلد الصلصة الأولى في العالم. لو اتكلمنا على الأرقام اللي احنا حافظينها، 29% من صادرات مصر من صلصة الطماطم بيستحوذ عليها شريف غالي، صح كده ولا لا؟ السوق عامل ازاي مع سنة الأزمة؟ احنا في سنة أزمة. انا شايف ان احنا كمصدرين في مصر عندنا فرصة كويسة جدا، نظرا لخروج بعض المنافسين لينا من دول أخرى كان اتأثروا بشكل أكبر من مصر بجائحة كورونا، فبالتالي خلقوا فراغ قدام الصادرات المصرية. لو احنا استغلناها بشكل كويس، شايف ان احنا نقدر ناخد شريحة من الأسواق الخارجية دي ما كانتش متوفرة لينا في السابق أو قبل جائحة كورونا. يعني إيطاليا مثلا هي أكبر منافس لينا في صلصة الطماطم، طبعا ممكن تخرج من السوق؟ عايز اقول لك يعني احنا كان عندنا عميل النهاردة من رواندا مثلا، كانوا بيستوردوا صوصات وصلصات من ايطاليا، ده كان شغلهم الاساسي، حاليا بقى يتجهوا الى مصر، فلازم نستغل ده وان احنا نكون جاهزين ومحضرين نفسنا ان احنا نقدر نلبي الطلبيات اللي بتجينا بسرعة وبكفاءة. في المقابل شريف غالي اللي هو من اهم المصدرين للصلصة في مصر استعد بتوسعات جديدة، استعد بخطة جاية ان احنا مفروض ان احنا نتصدر، عندك توسعات جديدة في المصانع؟ طبعا احنا الحمد لله يعني يمكن في ظل الظروف الصعبة اللي احنا مصر بشكل عام مرت بيها، احنا عندنا توسعات ان احنا بنعمل مصنع للأغذية الجاهزة، وده لاين جديد بننتج اللي هي الفول والبسلة والبامية والخضار اللي معلبات. هو معلبات. طب هايل، ان برضو ده كان من ضمن الحاجات اللي طلبت مننا المنتجات في الاسواق بتاعتنا الفتره اللي فاتت، وبنتوسع في الطاقه الانتاجيه بتاعتنا في صناعه المركزات. احنا كنا بنستقبل 300 طن يومي فريش، دلوقتي هنقدر تعاقدنا على خط جديد وهنقدر ان احنا نستقبل 900 طن فريش. الخط الجديد 600 طن فريش. ان احنا دي تعلي الكاباسيتي، ودي برضو نقطه مهمه هتخلينا ان احنا نقدر نصدر مركزات بشكل اكبر. احنا لاول مره يجينا طلبيات من ايطاليا، الناس شركات عايزه تعمل معانا عقود لتصدير المركز، ودي سابقه لم تحدث من قبل. طبعا. يعني ان مصر تصدر لايطاليا مركزات طماطم، وهي يعني زي بيقولوا كده ملك الطماطم. يعني عندنا طلبيات من الاتحاد الاوروبي، ان برضو ايطاليا كانت بتوفر الكلام ده، في دلوقتي بقى عندهم مشكله. وامريكا اخبارها ايه معانا؟ امريكا يعني طبعا برضو الدنيا مش واضحه قوي عندهم، ان طبعا من اكثر الدول تاثرا على مستوى العالم هي طبعا الولايات المتحده يعني، لكن انا شايف ان اظن بعد ما يعدوا المرحله دي هيبقى فيها برضو بوتنشال وفيها سوق قوي. يعني خلي بالكم تصنيع الطماطم مش سهل، ده قصة كبيرة جدا، بداية من استلام المحصول من المزارعين شرط الجودة واللون الأحمر المميز، وغسلها وفرزها وتسخينها بتكنولوجيا معقدة جدا، وتصفيتها وتجميعها في تنكات، وتبخير المية على مرحلتين، وبسترتها بالتسخين والثبات الحراري والتبريد المفاجئ، وتعبئتها في أكياس ستربتك معقمة، وحفظها في براميل ضخمة في شكل مركزات بصلاحية سنتين
بعدها كل ما المصنع يحتاج مركزات لتعبئة عبوات صغيرة يسحب من المخازن ويضيف مية وملح ويعبي. وطبعا هنا كلمة السر، وخلي بالكم كل 7 طن طماطم بتعمل طن واحد بس مركزات للتصنيع. عايزك كرجل صناعة تقول لي مدى استفادة هذا القطاع الصناعات الغذائية من مبادرة البنك المركزي للمصانع المتعثرة. في الأول طبعا عايز أشكر القيادة السياسية إن هي من سنة تقريبا كانت الحافز والمحرك الأساسي للمبادرة، والدكتور طارق عامر كمحافظ البنك المركزي استجاب، في شركات كتيرة واحنا من ضمنهم استفدنا بالمبادرة دي، ان احنا قدرنا ان نرفع العبء اللي علينا. كان طبعا كان في تمويل بتكلفة عالية جدا على مدار سنين طويلة ادى ان زيادة حجم التمويل والتكلفة بتاعته. دي خطوط انتاج مش كده؟ كان تمويل لخطوط انتاج، خطوط انتاج او توسعات او راس مال عامل، وكانت بتكلفة عالية جدا. النهاردة المبادرات الجديدة قدرت انها تنزل الفايدة تقريبا ل 8% بالنسبة لتمويل راس المال العامل، والتوسعات كان في كذا مبادرة ب 4 و5%. الاهم ان احنا، وده اللي انا شايفه المهم لكل المصانع، قدرنا المديونية القديمة او التمويل القديم قدرنا ان احنا نجدوله على فترات سداد طويلة، فقدرت تدي للمصانع والشركات نفس شوية. خدت كم سنة؟ انا خدت 10 سنين. 10 سنين بسنتين فترة سنة. حابب اشكر برضو من خلال برنامجك دكتور اشرف باهي، وهو وكيل محافظ البنك المركزي طبعا طبعا، وراجل محترم جدا وكان مستجيب وسمع كل مشاكلنا، وحضرنا يمكن اجتماع في مقر البنك المركزي، ومش انا بس، شركات كتيره في مصر حضرت الاجتماع ده واستفدنا فعلا استفاده كبيره جدا. النقطه الثانيه اللي انا بشوفها اللي تم برضو الاعلان عنها هي مبادره دعم الصادرات. احنا كان زي شركات كتيره من المصدرين بقالنا يمكن اكتر من 3 سنين أو 4 سنين مستحقات دعم الصادرات بنصرفها ببطء شديد. مع المبادره الجديده صرفنا تقريبا حوالي 60% من الدعم اللي كان لينا. والباقي فين؟ ده انت هيتخصم منك 15% بس سداد معجل، في كده 25% راحوا فين؟ لا، هو صرفنا 60% من الرصيد اللي لينا. المبادره كانت 60% مع الخصم بقى المصاريف اللي هي ال 15% و2% ضريبة دمغة، يعني اجمالي اللي اتخصم منا حوالي 19% من ال 60%. تمام. لكن مفيش شك ان احنا الفلوس دي احنا شخصيا كاخدناها ومولنا بيها خطوط توسعات جديدة كنا من المفترض ان احنا ناخدها من البنوك، فالنهاردة دي وفرت علينا كتير، وفرت علي ان انا اقترض من البنك وان انا ادفع فايدة، وصرفنا بيها برضو على توسعات المصنع الجديد. فأنا شايف في وجود التمويل النهاردة ان احنا ناخد الفلوس، وان احنا يبقى النهاردة سياسة البنك المركزي مفيش مشاكل مع المصدرين، مفيش مشاكل، بل بالعكس داعم ليهم. انا شايف ان دي حاجة كويسة، وهتكمل ان شاء الله المنظومة وتخلينا ان احنا نقدر نحقق نتائج كويسة جدا. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يرصد التحديات التي تواجه صادرات مصر من المكرونة إلى إفريقيا خلال لقائه شمس القاضي مدير التصدير في ريجينا، حيث تعد أحد السلع الغذائية الاستراتيجية للعديد من الدول الإفريقية.